تدخل الى قلب صاحب. $10,000 مقابل لا شيء لغارسيا. يوم رائع كان البارحة في بطولة أبو ظبي العالمي المحترف في الجوجيتسو الدوجة ولي عهد أبو ظبي نائب القائد للقوات المسلحة الشيخ
محمد، الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الجمعة، بطل الإمارات فيصل الكثير من الميدالية الذهبية في منافسات الحزام البني ل 100 كيلو جرام. وفي مركز أبو ظبي الدولي للمعارض بعد حضوره جانبا من منافسات بطولة العالم الخامسة لمحترفي الجوجوتسو لعام 2013 والتي تقام تحت رعاية سموه. أيضا كما شاهد المنافسات الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية في محاولة من جابرييلا في رصيد 11 نقطة في محاولة منها في آخر 20 ثانية تنهي المباراة بحركة الاستسلام. خمس ثواني على نهاية المباراة، جابرييلا تفوز باللقب. على الميدالية البرونزية كلاوديو كارازانز ضد اللاعب تارسيس هامفري، مباراة تعتبر قمة للحزام الأسود. ومثل ما تختتم البطولة بمباراة قمة أيضا للحزام الأسود للرجال على الحزام الأسود، والمكافأة المالية الأعلى في البطولة وأيضا في عالم رياضة الجوجوتسو رودولفو فييرا سرور ضد اللاعب ماركوس الميدا. يقوم بتتويج الفائزات سعادة محمد إبراهيم المحمود. الميدالية البرونزية للوانا أرزوغر، والميدالية الفضية لبياتريس أوليفيرا بيسكيتا، والميدالية الذهبية لجابرييلا ريموس غارسيا. حزام البنفسجي والأسود وذا المفتوح، الميدالية البرونزية تذهب إلى لوانا الزكوي. وبتتويج أو تسليم حزام البطولة للسنة الثالثة على التوالي سعادة محمد إبراهيم المحمود، وأيضا تشيك البطولة 10,000 دولار. قام بتسليم الجائزة سعادة محمد إبراهيم المحمود أمين عام مجلس أبو ظبي الرياضي.